بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 38. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيه. هذا يسأل الشيخ ويقول: ما هي التقوى وما هي حدودها، وكيف يحقق المسلم التقوى في جميع أفعاله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. التقوى أن تجعل بينك وبين غضب الله وعقابه وقاية تقيك منه، وذلك بفعل أوامر الله جل وعلا وترك ما نهى عنه. تترك معصية الله ترجو ثواب الله، وتفعل ما أمرك الله ترجو ثواب الله، تترك معصية الله خوفا من عقاب الله عز وجل. وهي كلمة عظيمة جامعة، وخير الزاد التقوى، كما قال الله جل وعلا: فإن خير الزاد التقوى. وهي التي يكرم الله بها صاحبه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم ترديد الشعر في المسجد. الشعر المفيد لا بأس به، وكان حسان بن ثابت ينشد الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشعر الذي ليس بنزيه، فيه هجاء، فيه ذم، فيه افتخار بالأنساب والطعن في الآخرين، هذا حرام في المسجد وفي غيره، ويصان عنه المسجد. نعم. يقول: هل يمكن أن يكون التمر بدل الأرز في الكفارة؟ نعم، ما يطعم في البلد من تمر أو أرز أو شعير أو بر أو ذرة يطعم منه الكفارة. نعم. هناك من يقنط في الصلوات المفروضة، وخصوصا في صلاة الفجر. الجمهور على أنه لا قنوت في صلاة الفجر إلا في النوازل، لا في النوازل التي تنزل بالمسلمين من تسلط عدو أو حصول وباء، ولا بد فيها من صدور فتوى من الجهة المختصة، لا بد فيها من صدور فتوى من الجهة المختصة للقنوت في النوازل. نعم. يقول: إذا دخلت في الصلاة قبيل الركوع بقليل، فهل أشرع في قراءة الفاتحة أو أقرأ دعاء الاستفتاح؟ وإذا ركع الإمام قبل إتمام الفاتحة ماذا أفعل؟ إذا كان بإمكانك أن تأتي بالاستفتاح قراءة الفاتحة فافعل هذا، إذا كان ليس بإمكانك ذلك فإنك تستفتح، لأن الاستفتاح لا يتحمله الإمام، وأما الفاتحة فيتحملها الإمام عن المأموم. نعم. يقول هذا السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الصلاة، وهل للمصلي أن يمنع المار بين يديه؟ المرور بين المصلي وسترته حرام، فإن لم يكن له سترة فلا يمر فيما دون ثلاثة أذرع حرمة المصلي. والمرور بين يدي المصلي محرم شديد التحريم، قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار ما عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وهذا وعيد شديد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي ألا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، يعني يضربه، قال صلى الله عليه وسلم: فإن معه القرين، يعني الشيطان. لكن إذا احتاج المار، أولا سترة الإمام سترة لمن خلفه، فإذا مر بين يدي المأموم وخلف الإمام فلا بأس، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. ثانيا، إذا كان في مواطن مكتظة بالناس في المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع الكبار، واحتاج الناس إلى المرور فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في صلاة المغرب وفي الركعة الثالثة تذكرت عذاب القبر وأهوال ذلك اليوم وما فيه من عذاب، فسالت دموعي وأخذت بالبكاء ما يقرب من 5 دقائق إلى 10، وبعد ذلك أكملت الصلاة، فهل صلاتي جائزة أم علي الإعادة؟ لا، صلاتك صحيحة، والبكاء من خشية الله في الصلاة
من محسنات الصلاة ومن مكملات الصلاة، بل هي روح الصلاة. خشوع الصلاة روحها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم. يقول: أرجو إفتائي في هذا السؤال، من فاتته صلاة حتى حضرت التي تليها. يبدأ بالصلاة الأولى، صلي الصلاة الفائتة ثم يصلي الصلاة الحاضر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: سمعت ما عد الله للمؤمنين من الخير العظيم في الجنة وما ذكل للرجال، فكيف يستخدم المسلم هذه الحياة لتكون مسارا إلى الآخرة والفوز برضوان الله؟ يستعين بها على طاعة الله عز وجل، يستغل أوقاتها بذكر الله عز وجل، وفي وقت فراغه بذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن، تسبيح، التهليل، التكبير. حتى لو كان يشتغل بإمكانه أن يذكر الله عز وجل وهو يشتغل، وبصلوات النوافل بعد أداء الفرائض يحافظ على فعل الطاعات ويتجنب المحرمات، ويستغل حياته بالأعمال الصالحة ما يقربه إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم الميت والتاريخ للوفاة؟ لا يجوز قتال كتابة على القبور، لا اسم الميت ولا ترجمته ولا تاريخ وفاته، لا يجوز. كل هذا حرام، لأن هذا يسبب الغلو في هذا الميت والتبرك به عند الجهال والعوام والمخرفين. أما أن يجعل عليه علامة لا يعرفها إلا هو، كحجر يضعه على القبر حتى يزوره ويدعو لصاحبه، لا بأس بذلك. أما علامات تعرف ويكتب عليها، هذا أشد. نعم. يقول: أرجو أن تشرحوا لي فضيلة الشيخ مع تمثيل: كل قرض جر نفعا فهو ربا. واضح أن تقرض أحدا من أجل أن يأتي أن ينفعك بشيء في مقابل قرضك له، ركوب سيارة، سكنة في بيت، أو يعطيك زيادة من المبلغ، كل هذا حرام وهذا ربا. الزيادة في القرض سواء كانت من جنس القرض أو من غير جنسه، كلها ربا بالإجماع، إجماع أهل العلم. نعم. يقول: من مات وعليه دين ولم يستطع أداء هذا الدين لفقره، هل تبقى روحه مرهونة معلقة؟ بلا شك أن نفس المؤمن في الحديث، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فإذا مات عليه ديون فهي باقية في ذمته وهو مرتهن بها. على من علم بحاله أن يبرئ ذمته ويحسن إليه من أقاربه أو من إخوانه المسلمين، ولا يتركوه مرهونا بدينه. نعم. هذه السائلة تقول: هل يصح حج الزوجة دون إذن من زوجها، وهل لا بد من الإذن عند الحج لهذه المرأة، حيث أن الزوج له سنوات يماطل بهذه المرأة وتريد أن تحج مع إخوتها وأقاربها لكنه يرفض؟ ليس له حق في ذلك حج الفريضة. إذا وجدت المرأة المحرم، استطاعت الحج ووجدت المحرم، فليس لزوجها أن يمنعها، وليس عليها أن تطيعه في ذلك، بل تبادر بالحج. أما حج النافلة فله أن يمنعها. نعم. المرأة المتمتعة إذا أحرمت ثم قبل وصولها للبيت الحرام جاءها الحيض، ماذا تفعل؟ تبقى على إحرامها، لكن لا تجلس في المسجد الحرام حتى تطهر، ولا تطوف البيت حتى تطهر. قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فتقف بعرفة وتبيت في مزدلفة، تبيت في منى وترمي الجمار وهي حائض، لكن الطواف تؤجله إلى أن تطهر. وإذا جاء السفر وهي حائض وقد طافت طواف الإفاضة، فإنها تسافر وليس عليها وداع، لأنه خفف عن المرأة الحائض. نعم. أحسن الله إليكم. هل يشرع الدعاء بعد الإقامة؟ لا بأس بذلك، لكن لا يرفع يديه أو يجهر بذلك، يدعو فيما بين الإقامة وتكبيرة الإحرام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل الشيخ بالنسبة للأذان للصلاة في مقر العمل. إذا كانوا جماعة يصلون في المسجد، إذا كان حولهم مسجد قريب فإنهم يصلون في المسجد ويكفي أذان المؤذن في المسجد. أما إذا كانوا يصلون في مكانهم عندهم مصلى أو بني لهم مسجد، فلا بد من الأذان. نعم. هذه امرأة ولدت
بعد أذان الفجر في رمضان، فهل يلزمها أداء صلاة الفجر بعد طهارتها من دم النفاس أم ماذا؟ إذا كان أذان الفجر على الصبح، على ظهور الصبح، قد أدركت الوقت، إذا طهرت تصلي الفجر. أما إذا كان الأذان للفجر مبكرا قبل طلوع الفجر فليس عليها شيء. نعم. في بعض الدول يضعون الورود على القبور، فهل هذا جائز؟ هذا حرام ولا يجوز، لا يوضع على القبور شيء، لا زهور ولا شجر ولا كتابات ولا ألواح ولا غير ذلك. القبور تجرد إلا من علامة خاصة يعرفها الزائر فقط، لا بأس بذلك. نعم. هذا سائل يقول: أثناء صلاتنا للجمعة وفي بداية الركعة الأولى انقطع الكهرباء فتوقف الصوت، بحيث أن من خارج المسجد ومن في ساحة المسجد لا يسمعون، فتوقف بعض المصلين عن متابعة الإمام ثم صلوا ظهرا على أن صلاة الجمعة قد فاتتهم، فما الحكم؟ ما فاتتهم صلاة الجمعة، لو كملوا لأنفسهم وإن تقدم واحد منهم وصلى بهم أكمل الصلاة فلا بأس، لكن لا تبطل جمعتهم مجرد انقطاع صوت المكبر، يكملونها هم، وإذا أمهم واحد منهم فحسن. نعم. إذا قال الطبيب لأهل المريض بأن هذا الوالد أو هذا القريب سيموت، هل هذا يعتبر من ادعاء علم الغيب؟ إيه نعم، ما الذي يدراه أنه سيموت؟ لا يعلم الغيب إلا الله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن حكم التسخط إذا نزلت بالشخص مصيبة كاحتراق بيت أو وفاة أولاد، وما الحكم الشرعي في ذلك؟ الشرع في ذلك أن التسخط حرام، تسخط لقضاء الله وقدره هذا حرام، يدل على ضعف الإيمان أو قلة الإيمان، بل عليه أن يرضى قضاء الله وقدره. الله سبحانه وتعالى يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول: اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلف علي بخير منها. نعم. هذا يسأل عن حكم التشاؤم من صفر، هذا حرام من اعتقاد الجاهلية، قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، كانوا يتشاؤمون في شهر صفر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولا يضاف إلى الدهر شيء من المكروهات أو المحبوبات، إنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى، إن الله هو الدهر لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، قال تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر قلب الليل والنهار. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول: قرأت حديث لا يورد ممرض على مصح، ما معناه؟ نعم، الحديث صحيح، لا يورد يعني هذا فيه الحجر الصحي اللي يطبق الآن، إذا علموا بوباء في بلد لا يقدموا عليها، كذلك صاحب الإبل الصحاح لا يخلطها مع الإبل الجرباء، هذا من فعل الأسباب الواقية، هذا من التوقي والحذر، قد أمرنا بذلك. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل وديع يقول: رجل فاتته صلاة المغرب لظرف ما، فجاء وقت العشاء ودخل مع الإمام في الصلاة بنية المغرب، ثم سلم في الركعة الثالثة ودخل مع الإمام لصلاة العشاء وهو في الركعة الرابعة بنية صلاة العشاء. أما المغرب فصحيح، وأما دخوله مع الإمام في الركعة الرابعة احتسبها من صلاة العشاء، هذا لا يصح ولا يجوز أن يقسم الصلاة الواحدة بين صلاتين. نعم. هذا يسأل يقول: في وقتنا الحاضر يا شيخ، يشكر بعض الناس من العين، فهل العين تصيب الإنسان حقيقة، وكيف العلاج منها والأدلة في ذلك؟ نعم، العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن شيئا سبق القدر لسبقته العين. العين حق، ولكن لا يصل بالإنسان إلى حد الوساوس والتخوف من كل شيء، لكن يتوقى العين بذكر الله عز وجل والأوراد الصباح والمساء، يتوقاها بالذكر والدعاء والورد. نعم. هذه سائلة تقول: نزل على ثيابي بول طفل عزكم الله وإخواني المستمعين، هذا الطفل لم يأكل الطعام فصليت به عدة أوقات لجهلي. الصلاة صحيحة بالجهل، لكن البول لابد من غسله ولو هو من طفل، إلا أن الطفل الذكر الذي لم يأكل الطعام يكفي نضحه بالماء ورشه بالماء، أما البنت ولو كانت صغيرة
الكبيرة حكمه حكم الكبيرة، لا بد من غسله غسلا تاما، قوله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. نعم. يقول هذا السائل من الباحة: توفي والدي رحمه الله ولم يذهب بعمتي التي هي زوجته الثانية إلى الحج، فهل يجب علي أنا وكذا أخي الأكبر أن نقوم بتحجيجها، وهل على والدي إثم في ذلك؟ إذا كانت شرطت عليه أن يحج بها أو أن يحججها ومات ولم يوفي بالشرط فيقضى عنه، أبرئ ذمته من ذلك جزاكم الله خيرا، وإن لم يقم أحد بتبرئة ذمته وله تركة يؤخذ من التركة قدر ما يحجج الزوجة ينفق عليها في حجها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل بأنه يجد صعوبة شديدة وثقل عند قيامه لصلاة الصبح فيصليها بعد الإشراق. نعوذ بالله من ذلك، يجب عليه أن يصلي الصلاة لوقتها مع الجماعة وأن يترك الكسل ويستعيذ بالله، إلا إن كان عنده عذر مرض لا يستطيع معه الذهاب إلى المسجد فيصليها في بيته لكن في وقتها، لا يؤخرها عن وقتها. نعم. أخيرا يسأل هذا السائل أبو عبد الله عن الآيات القرآنية التي تقرأ على المصاب بالصرع والمس. سورة الفاتحة لأنها رقية، الإخلاص والمعوذتان، تقرأ هذه السور وهذه الآية على المصاب وهي من أسباب الشفاء بإذن الله. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وسجل هذه الحلقة الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.